لا بسطت بيها جدا. وفيلم حلو، قصة حلوة لايت كده، زي الأفلام الأمريكاني القديمة بتاعت الهاي سكول والطلبة واللي بيحصل ما بينهم. والكاركتر بتاعت أستاذ شالش دي، الكاركتر اللي أنا عاملها دي، كاركتر كلنا قابلناها في حياتنا، اللي هو مدرس الثانوي اللي بيحب الكورة وكل الطلبة بتخاف منه وبتحبه في نفس الوقت. فعجبني جدا الفكرة يعني. تاني حاجة وجود رؤوف السيد مخرج الفيلم، طبعا اول تجربه ليه، بتمنى له التوفيق ان شاء الله الفيلم ده يكون فتحه خير عليه. رؤوف مجتهد جدا وعمل شغل كويس جدا في الفيلم ده. كل ابطال الفيلم الشباب بجد كلهم هيبقوا نجوم كبار ان شاء الله يعني، ربنا يكرمهم، لانهم كلهم عندهم موهبه في نفس الوقت ملتزمين جدا. يعني نور النبوي هيبقى نجم كبير ان شاء الله، وشارب الالتزام والموهبه من والده الأستاذ طبعا خالد النبوي. غزي هيبقى نجم كبير جدا وموهوب جدا، كلهم بصراحة مش عايز أنسى حد. فبتمنى لهم التوفيق، ورب الفيلم ده يكون فتحة خير عليهم. لا لا كزبرة ده لذيذ جدا، لذيذ جدا ودمه خفيف جدا، وكان واخد الموضوع بجد مش بيهزر يعني. والفيلم روحه حلوة يعني، إن شاء الله يعجب الناس. لا إن شاء الله نوصل للفاينل بإذن الله على الأقل، بإذن الله. وش الفيلم ده، الفيلم ده يشجع يدخل الناس في مود الكرة في التوقيت ده. بشكر اول حاجة الكباتن الكبار اللي وافقوا ان هم يشاركوا معنا في الفيلم، وما ترددوش يعني اول لما طلبنا منهم، كلهم نجوم كبار ولعبوا حلو في الفيلم، وان شاء الله الناس تتبسط بالفيلم. خالد الذهبي قال انك عملت فيه مقلب لو عجب الناس، وقفت جون وخليت كل اللعيبه يشوطوا عليه. مين؟ خالد الذهبي. كان موقف طريف ولا زي دي كلهم يعني احنا كنا الاجواء بتاعت الفيلم كانت خفيفه، نظر مع بعض في نفس الوقت بنشتغل بجد وملتزمين بالشغل، والشباب كلهم كانوا ملتزمين، ف الحمد لله ان شاء الله يعجب الناس. شكرا.